السلام عليكم، معكم احمد سليجي. وفي فيديو هنتعلم ازاي نعمل اضاءه احترافيه باقل امكانيات موجوده عندنا. فمن كلام كتير، لو انت جيت تشترك في القناه وترزعنا لايك الجميل، وهسيبكم دلوقتي تستمتعوا بالفيديو بتاعنا. بسم الله. خلينا دلوقتي نشوف الحاجه اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه شريط ليد، تمام بالشكل ده كده، تمام. تلاقي في حدود 30 جنيه او 40 جنيه. تمام، تتأكد ان الجزء ده متغطي، تمام، عشان الجزء ده بيفلت لوحده ويتلزقه بشكرته، تمام، عشان مفكش منه. ونفس النظام الحتة دي عشان بتكهر. ده كده اول حاجة الاضاءة اللي معانا. تاني حاجة تبقى معانا سلك عشان تطول بيه، تمام بالشكل ده، تمام. حسب بقى انت ايه، بس في حاجة اغلى حاجة ارخص، في حاجة بحتاجين، في طبعا لازم احنا نلزق بيه، وزيادة هيبقى معانا دبل فيس. هتلاقي فيه هنا اركود، تمام، انت بتاخده وبتشوف الفيديو. برضو يعني مش محتاج تشوف الفيديو، بس لو حبيت ممكن تاخد دبل كيو ار. ممكن اسيب لك الابلكيشن في صندوق الرأس تاخده وتشوف الفيديو، او ممكن اسيب لكم الفيديو عادي في صندوق الرأس. ده بالنسبة لي. طبعا خلي معانا قطر برضو زيادة التأكيد او مقص. طبعا اخر حاجة تكون معانا هي العصاية، او الحاجة ان احنا نثبت عليها الاضاءة دي، بتاعت مقاش تقريبا ب10 جنيه. فانت ممكن تجيب اي حاجة عندك، هي اهم حاجة الفكرة، هي الفكرة عندنا. فتقدر تجيب اي حاجة عندك ويتثبت عليها الموضوع ده. خلينا دلوقتي في السريع نشيل الحاجة دي ونبدأ الشغل بتاعنا. تمام كده شلنا الحاجة اللي كانت على المكتب، تمام. نبدأ بقى نفك ده الفيس اللي معانا ونبدأ نشتغل بيه. كده مفيش وقت. بسم الله. ده شكل الدبل فيس اللي معانا. ممكن تجيب الاسود برضو يبقى اجمد من ده. ريحته صعب اوي، ريحته صعب صعب يعني. ده طبعا المكان اللي انت بتشيل بيه، تمام. هعمل لك عليها علامة كده. تمام نبدأ بقى نشيل ونجيب العصاية بتاعتنا، أو حاجة إن احنا نثبت عليها، تمام. بص نضغط الحاجة دي كده، هي هتبدأ مثلا لو دي أول عصاية معاك تبدأ تحط بالشكل ده كده، تمام. وبعدين هتشيل الجزء ده. فدلوقتي هنلزق البتاع ونرجع لكم تاني. طبعا في هنا جزء انت بتشيله، تمام، ربكم بقى في كاميرا. هنا انت بتشيله ترجع تثبت عليه الاضاءة بتاعتك او الحاجة انت تثبتها. نبدأ نشيلها كلها دلوقتي. طبعا احنا شيلنا كده، شيلناها طبعا، تحس انها مش باينة في الكاميرا اوي، هي اللي بتلمع دي. نبدأ نثبت عليها الاضاءة. انا استخونا كده مش شايف، فتتأكد انت مثبت زي ما اتكلمنا، مثبت الجزء ده، تمام، والجزء ده كويس جدا. وطبعا الدبل فيس ده تريد ان انت متشغلوش كتير، تمام، متشغلش الاضاءة كتير عشان بيبدأ يسخن زي ما انتوا عارفين، ممكن يطلع من الدبل فيس. ودلوقتي هنبدأ نلزق الاضاءة بتاعتنا على العصاية باستخدام الدبل فيس. هنبدأ دلوقتي نثبت الاضاءة بتاعتنا. ممكن نبدأ بالفتحة دي هنا. انت لاحظتوها او غلطتين، اول حاجة هتلاقوا مكان البضاعة تلاقوه بالشكل ده كده، تلاقوه حصل فيه انعوار، تمام. ده بسبب ان انا وانا بستبل الفيس لف معايا، تمام. وطبعا الاضاءة لف، طبعا هي مظبوطة من هنا، بس الجزء ده اللي هنا في الجزء ده لف. في طبعا الغطة التانية انتوا لاحظتوا ان انا بدلت الاضاءة دي، تمام، في الاضاءة التانية هوريها لكم دلوقتي اللي هي دي. فدي ملزوعة من تحت ودي مش ملزوعة. فدي الحاجة اللي انتوا متأكدوا منها، انها لازم الجزء ده بقى ملزوق والجزء ده. فانا هعيد على الجزء ده الزق باللزق
اللي معانا ما لازم هنلزق بيه وهرجع لكم. دي عندنا دلوقتي هنجرب الإضاءة بتاعتنا. بسم الله، دي الفيشة بتاعتنا، طبعا الفيشة مختلفة على الفيشة الأولانية في أول الفيديو، بس بسم الله نجرب دلوقتي ايه الإضاءة بتاعتنا. بسم الله، ده كده شكل الإضاءة بتاعنا. طبعا هطفي النور كده وهنشوف الإضاءة هيبقى عاملة ازاي. طبعا دي شكل الإضاءة بعد ما طفينا النور، هبصوا كده يعني دي شكل الحيطة كده كده، وهي الإضاءة مقلوبة تمام، ففعلا شكلها جامد جامد جدا. وبس كده، وفي المسلسل الآخر في الفيديو عم تسجل تعملنا بلايك وشكرا في القناة وفعل زر القناة وسترجع لكل فيديو تنزلها. نزلنا فيديو جديد والسلام عليكم.